وهلا انا ربطت شعري ورح بلش بالبرايمر اللي رح استعمله من لوريال. رح احط برايمر على وجهي. الشيء اللي بدكم تعرفوه عن البرايمر انه ما بدنا كوانتيتي كتير كبيره منه، ومن بعد ما نحطه على الوجه بدنا ننطر شويه صغيره لحتى ينشف. فالبرايمر بس تحطوه على وجهكم بدكم تنطروا على القليل 30 ثانيه من بعد ما تكونوا حطيتوه لحتى تمتصوا البشره، ومن بعدها فيكم ترجعوا تحطوا الفوندوتا. اوكي سو الكوانتيتي تبعه بدها تكون قليله، مش انه نحط كميه كتير كبيره لانه اصلا هو بيمد. سو انا هلا حطيت البرايمر وراح انطر. هلا للاشخاص اللي ما رح يعايروا 30 ثانيه لا تعرفوا اذا نشف ولا لا، بتنطروا شوي صغيره بترجعوا بتحطوا ايدكم على وجهكم. اذا دبقت الايد على الوجه بيكون بعد ما نشف، اذا كانت بشرتكم ناشفه بيكون نشف البرايمر عليها. وهلا من بعد ما نشف البرايمر رح استعمل انا الفونديشن يلي هو سوبر ستاي من ميبلين. هيدا الفوندوتان انا كتير بحبه، من قبل ما يوصل على لبنان كان بعده بنيويورك، وانا كنت قاعده ناطره اقول بليز بدي يوصل على لبنان. فاول ما وصل على لبنان اشتريت 3 لانه كتير بحبه هيدا الفوندوتا، وبعرف انه كتير منيح على الوجه وفيكم تستعملوه كل يوم على وجهكم لانه هو منه فول كفرج، يعني منه للسهرات وهيك، فيكم تستعملوه كل يوم. واللي عم استعمله هلا هو 32 جولدن دوري. هو هيدا بيضاين 30 ساعة على الوجه، وعن جد بيضاين ووتر بروف بنفس الوقت. وهلا رح استعمله. حطيت على وجهي، رح اقرب على وجهي. اوكي انا حطيت على وجهي هلا وهون على المنخار، اكيد على الشبين. سو رح اعمل بلندينج. بس بدكم تعملوا بلندينج للفون دو تان بالوجه في شعر، فانتوا لازم تعملوا باتجاه الشعرة مش بعكسها حتى ما يبين شعر الوجه واقف بوجهنا. شوفوا لونه شو حلو، اكيد ما بننسى الرقبة. كيف بتعرفوا انه لون الفوندوتان يناسبكم؟ بدكم تطلعوا بين الرقبة والوجه، طلعوا كيف نفس اللون سو بيكون مناسب. اذا كان اغمق فاكيد لا، او اذا افتح نفس الشيء. سو هيك انا بكون عملت بلندينج للفوندوتان. هلا بدي ثبته. هلا هيدا الفوندوتان بالذات انا بالنسبة لي جربته بلا ما ثبته، بلا ما احط لوس باودر، وضاين كل نهار وما نزاح وما زيت مثل باقي الفوندوتانات. بس هلا انا رح ثبته معكم. للاشخاص اللي ما بيعرفوا كيف بيثبتوا الفوندوتان رح اعلمكم كيف تثبت. وهلا رح ثبت الفوندوتان بلوس باودر يلي هي من ميبلين يلي رح استعمله. سو هيدي اللوس باودر من جوا، انا هيدي ترانسلوس باودر. في منها بيجي البنانا لونها اغمق، بتجي على اسمر اكتر. كمان في كتير اشخاص بحبوا يستعملوها، سو هيدا بترجع للشخص. هلا رح ثبت اللوس باودر. رح حط على ريشي لوس باودر وحط على الوجه كله بهيدي الطريقة. لحتى تثبت الفوندوتان على كل الوش.
ومن بعد ما حطيت البيس باودر كله على وجهي بنطر شوي، واللي بيضلوا على الوجه برجع بمده على كل وجهي حتى المطارح اللي ما وصلت عليها البيس باودر يكون كل الوجه. وهلا رح احط الكونسيلر تحت عيوني. انا بستعمل من لوريال هيدا الكونسيلر، عندي منه البسكوي والفانيلا يعني 328 و326. هلا انا الفانيلا اذا وشكم مثلي بيطلع كتير فاتح وشكم، فانا ما بستعمله تحت عيون، بستعمله لضوي الاماكن اللي لازم ضويها بوجهي. اما البسكوي بستعمله ككونسيلر وبحطه تحت عيوني وتحت الاي شادو. سو البسكوي هو 328 رح استعمله. بنحط تحت العين بهيدا الشكل وبنرجع بنعمل هيك، بنعمل هيك تتبين العين مسحوبة تنسحب النظر تبعنا، واكيد بنحط بهيدا الشكل فوق العين. وهلا نعمل بلند، وهلا اكيد رح ثبت الكونسيلر باللوس باودر. رح استعمل انا هيدي الاسبونج كرمال ثبت تحت عيوني بهيدي الطريقه. الحلو باللوس باودر بس تحطوها بيعطي كمان على بلانشور لتحت العيون، بيعطي هيدي افي انه ابيض تحت عيونكم والمضوى كله بيكون مضوى، عاطي فرق عن الفوندوتان، وهيدا الشيء كتير حلو. واهم شيء نثبت كمان من فوق مش بس تحت العين. وهلا بننطر شوي وبنرجع بنشيلهم كلهم. وهلا رح شيل البلوز باودر لزياده، سو رح اعمل هيك بهالطريقه. وهيك بيكون كل شيء زياده راح. شوفوا قدي صار حلو، قدي عطى افي. رح اعمل كونتور البيج هلا ورح استعمل باليت من ريفوليوشن. هيدي الباليت بيجي بقلبها ثلاث الوان مثل ما شايفين، واغمق لون رح استعمله كرمال حديد الوجه وارسم فيه الكونتورينج. سو انا عم بستعمل هيدا، وهلا رح مد الكونتورينج بهيدا الشكل لورا لحتى نسحب الوجه. كمان رح غمق شوي صغيرة، ورح غمق شوي صغيرة، اكيد مش قد الوش من غمق. هيدي كرمال الصور اذا حدا عنده غده ما بتبين بقى كتير بالصورة، ما بتبين كتير مزعجة. وهلا رح ارجع استعمل اللوس باودر وبهيدا الشكل رح حدد. وبهيدا الشكل رح حدد الكونتورينج ليطلع جالس اكتر على الوجه. ونفس الشي رح اعمل من فوق، بس من فوق ما رح استعمل الميلة الطويلة، رح استعمل ميلة اصغر بهيدا الشكل.
رح انطر شوي. وبالنسبة لكونتور المنخار، انا ما كتير بحب حدد منخاري، ما كتير بحب ارسم منخاري، بس اذا انتو حابين تتعلموا كيف بينعمل كونتور للمنخار كمان حطولي بالكومنتس، وبعملكم فيديو كيف بيعملوا كونتور المنخار. انا عادة المنخار ما بعمله كونتورينج الا اذا عندي مناسبة، اما بالايامات العادية او الظهرات العادية ما كتير بشتغل على كونتور المنخار. رح شيل اللوس باودر بهيدي الطريقة، وبهيدا الشكل انا كون شلت اللوز باودر يلي حطيته، ومثل ما شايفين الكونتورينج صار محدود اكتر، مبين جالس اكتر ورسم الوجه اكتر. رح استعمل البرونزر من W7، سو هيدي فيكن تلاقوها على فيفو كوزمتكس. شوفوا شو حلوة من جوا، وشوفوا قديش كبيرة وقدي بتضاين. انا استعملتها من قبل وبتعقيد، فهلا انا رح استعمل شوي صغير برونزر، ما رح كتير لانه ديجا حتى كونتورينج، والكونتورينج غامق، ومثل ما قلت لكم الكونتورينج تبع ريفوليوشن هو باودر اوريدي. يعني رح حط بهيدا الشكل البرونزر، وهلا رح استعمل البلاش من ريمال اللي هي ماكسي بلاش، انا جايبتها لون الزهر، وعندهم كمان البرونزر كمان كتير حلو، فبنصحكم تجربوها لانه كتير بتعقد ولونها كتير بيضاين ودغري بيطلع ريشي، فما في داعي تحطوا فيكسينج سبراي لترجعوا يبين اللون على وش. هيدا البلاش وهيدا البراش اللي رح استعملها، رح حط شوي عليها، رجع اكيد نفضها بهيدي الطريقة لحتى كل شي زايد يروح عن الريشة، ورح حط نتفة صغيرة من هون. هلا اللي بيحب يحط على خدوده كمان في يحط على الخد من قدام، نبتسم شوي صغيرة ومنحط. هلا الشيء الترندي هلا انه نحط البلاش من ورا مع البرونزر والكونتورينج، سو انا رح حط شوي من قدام للاشخاص اللي بيحبوا يحطوا بلاش على خدودهم، رح حط من قدام. بهيدا الشكل بكون حطيت شوي صغيرة بينك على خدودي لحتى اعطي كولور. وهلا انا رح ثبت كل شي بالفيكسينج سبراي يلي هو من ميبيلين، ما بقى في منه، انا شخصيا ما عم لاقي بقى منه، سو اذا حدا بيعرف مين بيبيعوا من الفيكسينج سبراي تبع الميبيلين حطولي كمان بالكومنت لحتى ابقى وصلة لانه بيعقد. وبهيدي الطريقة بكون ثبتت على وجهي بالفيكسينج سبراي، ثبتته للميك اب. وهلا بننتقل للعيون. وهلا بالنسبة للعيون رح استعمل الاي شادو باليت من W7، كمان فيكم تلاقوها على فيفو كوزمتكس، وبتستعملوا الكود ALEXA10 بيطلع لكم 10% خصم. سو هيدي الباليت فيها الوان بتعقد، انا الالوان اللي نقيتها هي الوان صيفية بامتياز، لانه كان كتير عبالي يكون في colors. سو مثل ما شايفين هيدي هي الوانها للباليت، وانا ديجا استعملتها وبتعقد، وكل باليت بيجي مع براش. البراش تبعيتها كتير مفيدة، بتجي من الميلتين مثل ما شايفين، ميلة لحتى تحطوا الاي شادو وميلة لحتى ترجعوا تفردوا للاي شادو، مش مثل غير باليتات بيجوا هيدول السبونج يلي ما بنستعملهم. وكمان الكواليتي تبعها كتير منيح، وكل باليت بيجي مع البراش، سو مش بس عم تشتروا الباليت كمان عم بيطلع لكم البراش تستفيدوا منه. وهي
هذا اللوك النهائي. انا عملت الاي شادو الاي لاينر وخلصت، حطيت هايلايتر للوجه للعيون. سو اذا حابين بعملكم فيديو كيف عملت هذا الموديل بالعيون حطولي بالكومنتس، وانا ببقى بصور لكم فيديو. بحبكم كتير.